السلام عليكم الاخوان، الله يرحم والدين. انا عندي هاد البنت مريضه، هي والام ديالها والولد، وبغيت ندير واحد النداء للمحسنين الله يرحم والدين، اللي يقدر شي باش يعاون على ما قدر على المستطاع ديالو، باش نعاونهم باش نشافيهم ان شاء الله، باش نداويهم. البنيه ديالها راه ما كتقدرش تمشي، ما كتقدرش توقف. المهم تقدر تقيسها، تكون واقفه تقيسها طيح، يعني ما عندهاش تحكم في الاعصاب ديالها. وشحال دوزت لها هو ما جاوش الله، مازال عاد ما كنسمح، حيت ما كنلقاش باش نكمل نعاون. تقريبا شي 5 سنين ولا 6 سنين تبعت لها فاس، شحال تبعت لها انا في الناظور، ولكن كنتبع ونسمح حيت ما كاينش الاستطاعه باش نكمل. والمدام حتى هي دوزت لها، ما المدام ديالها عندها حتى هي عندها في المشيان ديالها، البنت ما كتقدرش تمشي كاع، ما تقدر كانت وقفتها توقف. هذا دابا طلعتها حازمه في الدور، الا دابا كانت واقفه راه ماشيه، كانت جالسه راه تما واخا حتى شهر ما تمطنوش الا ما كانش ليها هز. دخل الطواليت عاوتاني خص ليها هزها، الام ديالها ما تقدرش تهزها. دابا انا كان خصني في الخدمه ونقابل في الدار جوج، خصني نمشي نخدم ونولي للدار. دابا الا كان من المحسنين الله يرحم والدين، الا كاين شي مساعده ولا المدام طلبوا لي ليها السكانير، درتو تسلفت ودرت، عاود طلبوا لي ليها ليريم، ليريم ما لقيتش باش ندير، هي تنتبع في الناس والو ما كاينش، تبعوا سير غدا مدة اليوم مدة اليوم مدة عاد مازال ما شنا والو. والاطباء كانوا مشيو كيسيفطوني، مشيت للناظور قال لك خصك شهادة السكنة، انا ما عنديش شهادة السكنة، انا غير مؤخرا عاد رحلت هنايا على حسب باش نوافق بين العمل والمقابله ديالها مع الرعايه ديالها، هذاك الشيء اللي كاين. وهاد الخدمه هذه ماشي شي خدمه اللي مستقره، ولا نهار تخدم نهار ما تخدمش، الا كانت خدمه راك تخدم، ما كانش خدمه راك مريح، هذا هو اللي كاين. والوليد ديالي عاوتاني عنده واحد الهضم في الكتف ديالو، راك لاحظتي داك الشيء بنفسك. والمحسنين الله يرحم والدين اللي كان بان له شي ما يدير شي خير يلقى عند الله، جزا الله بالخير. انا كنطمن لكم شافيو لي بنتي وتعطينا باش قبل تشافيها باش هي تكون تعاونوني، ولا شافيو لي بنتي وصافي، هادشي اللي كنطمن لكم. 06 77 92 23 61 هذا هو النمره ديالي الله يرحم والدي. السلام عليكم، انا كنقرا المستوى السادس، بغيت ان منكم تشافيوني وتعطيوني شي حاجه اللي قدرتوا عليها. الله يجازكم الله خيرا. دابا راه بسبب هادشي راه تمنعت عن الدراسة. دابا انا الا مشيت بزاف صافي كنعيا، ما كنقدرش نمشي كنوقف، ويلا قاتني شي واحد نطيح بحال ما كنقدرش نمشي مسافة كبيرة. اي عطاه الطريقة، اي عاد نزول من هنايا. بغيت منكم انكم تعاونوني بشي حاجة اللي قدرتوا عليها.